الحل الثالث انا بسميه الحل الفضي او الحل السيلفر. الحل الفضي هو تحسين عن الحل الثاني، وهو تركيب ثابت، ولكن نوع الاسنان هنا ما زالت بلاستيك، وفي جزء بسيط جدا غير الاسنان، جزء عن اللثه الصناعي. الحل ده بنحصل عليه بتركيب غرسات او تركيب قواعد معدنيه، ولكن عددها اقل جدا من الاسنان الثابته السيراميك او البورسلين. بنركب حوالي من 4 لـ6 زرعات، وبعد كده بنتركها لفتره من الزمن عشان تلتئم. ده بعد شق اللثه بمخدر موضعي وحاجه وقلم بسيط جدا جدا، المسكنات العاديه جدا بتتحكم فيه. وبعد كده ممكن نحط الاسنان مباشره، ولكن من الافضل ان نحط الاسنان بعد 4 شهور. ده الطقم العادي، طقم البلاستيك، ولكن حجم البلاستيك قل فيه جدا. بنحطه في المكان بصفه مؤقته، وبعد 4 شهور بنحطه متحرك بصفه مؤقته، وبعد 4 شهور نفس الزرعات بنستعمل فيها براغي مسامير بتثبت نفس التركيبة، بتتحول الجزء اللي فيها اللي تحت الجزء معدني عشان يديها قوة شوية، وبتقعد على القواعد دي، وبتتحول التركيبة من متحركة لتركيبة ثابتة. فترة العلاج بتستغرق من 3 لـ4 شهور، وبيكون الإنسان بيحصل فيها على تركيبة ثابتة، ولكن الأسنان مش سيراميك في الحالة دي، وفيها جزء من اللثة الصناعي، وبيحتاج إن هو يزور دكتور الأسنان مرتين في السنة تقريبا لإجراء تنظيف وصيانة دورية عليها، وبتحتاج إلى الاهتمام بالتنظيف. أنا شايف أن الحل ده مناسب جدا وأقرب جدا للأسنان السيراميك والأسنان الثابتة تماما، ولكنه أقل بكتير في التكاليف.